اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. حلقتنا النهارده بتدور عن كره القدم. كره القدم دلوقتي بقت صناعه مش هوايه وممارسه، بقت مجرد صناعه واحتراف. عندنا في مصر بقينا بنجيب لعيبه من بره، على الرغم من ان احنا عندنا من داخل مصر نفسها في قراها في مدنها في عندنا لعيبه ممتازين جدا، وممكن لو اخدوا فرصتهم او حد اكتشفهم هيبقوا عندنا بدل مثلا محمد صلاح هيبقى عندنا عشرات ومئات محمد صلاح، بس محتاج حد يكتشفهم. احنا هنتكلم النهارده عن الاكاديميات، اولياء الامور ازاي ان هم ولي امر عنده ابنه وشايف ان في موهبه ومهاره عند ابنه في كره القدم مثلا، طب ازاي يوصله للانديه الكبيره دي، ازاي يقدم له على الاكاديميات الموجوده الخاصه بكره القدم. ده كله النهارده هنعرفه في برنامجنا وحلقتنا النهارده. طيب لو توفرت كل المقومات والركائز اللي بناء عليها بيتم اختيار اللاعب او مثلا اللي هو هاوي كره القدم عن طريق الموهبه مش عن طريق اي حاجه تانية، عن طريق الموهبه، فده هيبقى عندنا بدل ما عندنا محمد صلاح واحد او محمود تريزيجيه مثلا واحد، هيبقى عندنا عشرات ومئات. ده كله النهارده باذن الله هنعرفه مع الكابتن احمد رمضان زهير، مدرب المدير الفني لاكاديميه الكاس في المعادي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. واللاعب عمر احمد ممدوح لاعب المقاولين العرب سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا عارفه ان حضرتك مشهور في الاكاديميه هناك باسم احمد الكاس، صح؟ بس الاسم الحقيقي احمد رمضان زهير. تمام. والاستاذ عمر والكابتن عمر برضو مشهور بكابتن عمر سوستة. عمر سوستة. تمام. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. بدايه كده كابتن عمر، كنت عايزك تكلمني عن بدايتك في الكوره والحاجات اللي خليتك تتجه للكوره. واول حاجه انا كنت صغير في المدرسه بنلعب زي اي حد في المدرسه وكده، بس انا بدات في اكاديميه سانتوس في نادي المعادي واليخت، قعدت فتره مثلا سنه. بعد كده المدرب اللعيبه المميزه وكده بيوديهم انديه، فانا كان في مدرب معرفه كان قال لي ان هو ينزلني نادي السكه الحديد اختبارات يشوفوني. بس فروحت نزلت الملعب، اول ما نزلت كوره اتنين فنده عليا مدرب اسمه كابتن احمد ابو حسين الله يرحمه، قال لي خدت الاستماره بتاعتي وقال لي هتيجي يوم كذا كذا الاسبوع الجاي. تمام. بس بعد كده بقى بدات، قعدت مثلا قعدت معاهم 6 شهور. كل ده ما مضيتش اللي هو بتمرن معاهم، بس قعدت 6 شهور لغايه فتره تأييد. بس فكلمت معاهم، انا لسه ما تأيدتش. الكلام ده كله كان من 14 سنه تقريبا. من 14 سنه؟ 14 سنه. طيب. من بدري. فبس بدأت بقى من هنا. اتمرن بعد ايام كتير مدربين، كتير مدربين كبار، كابتن كرم اول واحد مسكني ده تاريخ في نادي السكة الحديد. انا مش عايز انسى حد من مدربين كبار جدا، بس الناس اللي اثرت معايا كابتن كرم وكابتن وليد كرم ابنه، ناس محترمة جدا، وكابتن وليد حسن وكابتن وليد القرفلي وكابتن بيومي وكابتن عادل، ناس كتير جدا. فمش طب الانديه دي بتهتم بالموهبه مثلا والمهاره ولا بتعتمد على ايه؟ وهل هي بتدعم مثلا لو انت عندك موهبه ودخلت وبتتمرن، ولا كل اعتمادها مثلا على التدريب وخلاص؟ هو الكلام ده الموهبه والكلام ده كان من فتره. انما الايام دي في استثمار ومستثمرين دخلت الكوره، ف الموضوع قل شوية وبقى فيه فلوس، والأهالي مثلا بتدفع فلوس عشان ابنها يلعب كورة. الموضوع ده في الوقت الحالي موجود كتير، يعني هو اللي شغال دلوقتي، إنما المواهب قلت. بس الموضوع ده هو اللي شغال دلوقتي. بس أنا قعدت بقى 10 سنين في السكة الحديد كابتن فرقة، بلعب مع أنا مواليد 99، بلعب مع 99 و98 و97. تمام. بس طيب نروح للكابتن أحمد. بما ان حضرتك مدرب وكابتن ومدرب اجيال يعتبر، بتبدا مع اللي بيجي لك مثلا ان هو عايز يقدم في الاكاديميه او كده، بتبدا معاه ازاي؟ بنبدا نعمل تيست الاول للعيب، اي فئه عمريه عامه يعني، ما عدا ان هو البيبي. البيبي ده حد ما يعرفش حاجه عن الكوره يعني، هو بيجي لنا
شايف حاجة بيجري وراها، احنا بقى بنبدأ نركز معاه الكرة بتتلعب ازاي، بنمشي بيها ازاي، الشغل الفوت ورك اللي هو التوافقات، التوافق العضلي العصبي، الحاجات دي كلها هي اللي بنبدأ بيها، دي أساسيات الكرة. بعد كده أول ما بنبدأ نشتغل الحاجات دي ويبدأ الولد يركز فيها، نبدأ احنا بقى نشوف النواقص اللي عنده، عنده موهبة ربانية ما عندوش خالص، بنبدأ نشتغل معاه على جميع الجوانب لغاية لما نشوف الخامة اللي معانا دي وصلت ليه. طب أنت بتبدأ من أعمار قد إيه؟ من مثلا من 3 سنين ونص فيما فوق. من 3 سنين ونص؟ 3 سنين ونص ده اللي هو مستوعب. طب الأطفال اللي هي السن ده بتتعامل معاها إزاي؟ طبيعي جدا، ده طفل أحباب الله، مجرد بس إن هو يحب المدرب بتاعه. يعني ممكن مثلا ننزل التمرين، هو التمرين بتاعهم كله عبارة عن جيمز، لعب. إحنا بندخل الكورة بتاعتنا في وسط اللعب دي. ليه؟ لأن هو جاي مش فاهم حاجة. فعايزينه يحب الحاجة دي. فهندخلها له باللعبة. لعبة، هو جيمز، جاي يلعب، جاي يهزر. بس احنا في نفس الوقت كمدربين او ككل واحد، كل شيخ وليه طريقة، بندخل اللعبة دي في التمرين في اللعبة. بنشوف بقى في حد بيحب، في حد لا، اللي لا ده ما ينفعش نقول ده مش حابب يجي، لا، نفضل وراه لغاية لما يفضل يحب الحاجة بتاعتنا ويستمر معانا. ما ينفعش حاجة لعيب جالنا واصل لا انا مش حابب الكورة النهاردة يا مامي ولا يا بابي انا عايز اروح العب سباحة، لا. لازم احاول مره واثنين وثلاثه وعشره. انا عايزاك تكلمني على الاكاديميه بتاعتك، تمام، وتكلمني عن شروط التقديم فيها، شروط القبول. الاكاديميه بتاعتي هو انا بدات بعد ما بطلت كوره بعديها بسنتين ثلاثه، يعني الحمد لله لعبت في انديه القمه، لعبت كوره كتير، يعني الحمد لله في 7-8 نوادي كتير يعني. طيب. بدات معايا الفكره اني خلاص انا جات لي حاجه في رجلي مش هينفع اكمل، اصابه، كان وتر اكيلس، حاجه صعبه شويه. تمام. فطب انا ليه ما كملش، اتجه لمجال التدريب التحكيم. فطبعا انا بحب الكوره فحبيت التدريب اكتر. دخلت خدت دورات تدريبيه بتاعتي وكل حاجه، وبدات اسس بقى الاكاديميه بتاعتي. بدات بقى من الصفر خالص، يعني ما كانش في حاجه اسمها اكاديميه الكاس دي خالص. بدات الحمد لله بفضل الله على المستوى المعادي، عندنا واخد 3 بطولات على المستوى المعادي، على مستوى القاهره واخد بطوله ما شاء الله. الحمد لله بفضل الله، يعني عندي لعيبه متميزه جدا في جميع الاعمار، عندي لعيبه طلعتها الانديه كتير عشان ما انساش حد بس، يعني فعندي لعيبه كتير جدا موجوده. ببدا من اول البيبي لغايه 18 سنه. تمام. دول اللي مركز معاهم جامد قوي يعني. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. للكابتن عمر بقى. عايز اعرف مين مثلك الاعلى في الكوره؟ هما كتير، بس هو واحد بصراحه ما انا مش شايف ان هو مش هيجي زيه، كريستيانو رونالدو. طب ده بالنسبه لل الناس كلها، بالنسبه اللي هم اللعيبه المصريين بقى. المصريين ابو تريكه طبعا. لا طبعا، هو ابو تريكه اصلا ما فيش حد بيختلف عليه، مهاره واخلاقا بصراحه. طبعا يعني. طبعا ما فيش حد. طيب ايه اللي انت بتتمنى تبقى فيه زي ابو تريكه مثلا؟ اللعبه نفسك تبقى تمشي بالتدريج بتاع ابو تريكه برده؟ هو يعني دلوقتي تفكير اللعيبه كلها عايز احتراف خارجي كله. وانا كمان. فالموضوع مش سهل، هو عايز سي في كويس، لعبت كتير في مصر، الناس عارفاك، عملت حاجه كويسه مع فرقتك، المجال كله يبقى معروف فيه، يعني لازم تبقى معروف في المجال كله، عشان موضوع الاحتراف الخارجي ده لازم سي في كويس. تمام. طب وانت شايف الدوري السنه دي ماشي ازاي؟ هو الدوري الصراحه صعب السنه دي، في فرق كتير صارفه مبالغ كبيره جدا عشان تقدر تأدي في الدوري، وانا شايف الدوري صعب ومش هنعرف مين اللي هياخده دلوقتي، لسه بدري. مش هتقول انت طبعًا. من وجهه نظرك مش شايف اي حاجه خالص كده؟ طبعا صعب جدا، الفرقه كلها كويسه. كله كويس. تمام. طب ازاي بتعرف توفق ما بين الدراسه وما بين مثلا التدريب؟ هو الموضوع ده صعب جدا، ولازم الاهل يبقى ليهم تدخل فيه. انا والدي ووالدتي واخويا الكبير دول ربنا يخليهم لي، هم كل حاجه، يعني هم لو مش موجودين انا مش موجود، دول اهم حاجه في الدنيا، هم اللي موصلين اللي انا فيه ده. طبعا لازم يكون في داعم للموضوع. هو الدفعه منهم، هم الموفرين لي كل حاجه عشان اقدر ادي هنا وادي هنا، التمرين والدراسه. تمام. طيب هروح برضو بنفس السؤال للكابتن احمد، ازاي يا كابتن يعني بتوفق ما بين الدراسه بتاعت اللعيبه اللي عندك مثلا وما بين التدريب بتاعها؟ بالتنسيق، يعني بنسق مع اولياء الامور، مثلا مواعيد دروس، مواعيد امتحانات، الحاجات دي لازم بيبقى في مثلا ميتنج، اجتماع معاهم كده
نبدا نتكلم في الحاجات دي. طب احنا مواعيدنا كذا كذا كذا، هنبدا نظبط، طب هنحط المواعيد التمارين في المواعيد دي، لا مش هتنفع، لا هنظبط المواعيد دي، فبنبدا نوصل لحلول وسط لغايه لما الامور تمشي كويسه. لكن مش مجرد ان هي مثلا تمرين، انا تمرين الساعه 3 يبقى هو الساعه 3، مفيش الكلام ده. لازم بظبط يعني، معلش انا لو انا حطيت ميعاد بمزاجي انا مش مناسب للناس، محدش هيجي. هروح اشتغل هناك مع مين؟ مفيش. واحد اتنين تلاتة مش هينفع. لكن لازم التواصل بيني وبين ولي الامر ده اهم ما في الموضوع كله. طيب لما يجي لك لعيب مثلا مغرور، تمام، بيعتمد على موهبته اكتر من التدريب، بتتعامل معاه ازاي؟ كل لعيب وليه اسلوب. يعني بيجي المغرور وبيجي اللي واخد جنب، اللي هو بنقول عليه مثلا، مش هنقول متوحد، اللي هو حاسس ان هو لوحده في المكان، محدش بيحبه مثلا، وبيجي الشقي مش المغرور، الشقي، وبيجي اللي هو المركز جدا. كل لعيب بنقدر نتعامل معاه بدماغه هو. لازم انا كمدرب انزل، يعني مثلا جالي لعيب مثلا مغرور مثلا لسه صغير، لازم اشتغل على الجانب ده، لان لو فضل من وهو صغير كده وكبر على الموضوع ده، هو مش هيلعب كوره اصلا، هيبطل بدري. لكن لو لعيب كبير ده ممكن نقدر نشتغل معاه مره واثنين وثلاثه، ما قدرناش خلاص شكرا، هو كبير مش صغير. لكن الصغير هو اللي نقدر نشتغل معاه كتير، لسه صغير لسه في امكانيه ان احنا نعدل اي سلوك. طيب الرياضه كده تربيه واخلاق طبعا. طيب انت بتعتمد على ايه؟ ولا هو استثمار وشكرا كده؟ لا، اخلاق تربيه، هتيجي الرياضه. مفيش اخلاق مفيش تربيه مفيش رياضه. طيب. ده طبيعي جدا. طيب الطفل لما بيجي يقدم عندك بيبقى التقييم بناء عليه، هل التقييم بيبقى من الجانب المهاري ولا البدني ولا الاثنين مع بعض؟ لا، هو الطفل انهي يعني، في طفل البيبي اللي احنا قلنا عليه ده ما ملوش تقييم، ده لسه صغير. طيب. بنبدا مثلا ابتداء مثلا من 10 سنين مثلا في الاكاديميه عندي انا بالاخص. تمام. ببدا اقيم عنده مهاره، ناقص بدني. خلاص نبدا نشتغل على الجنب ده، ما كده كده المهاره موجوده. طب عنده بدني مفيش مهاره، بنبدا نشتغل معاه على شغل المهاري. وكده كده اصلا جميع الاعمار، سواء ده عنده مهاري مفيش بدني، عنده بدني مفيش مهاري، احنا بنشتغل على كله. يعني لازم يكون في الاول في الاخر لعيب متكامل، مهاري وبدني واخلاق وتربيه وكل حاجه. تمام. كابتن عمر، هسالك سؤال بس عايز اجابته بقى ايه دقيقة، ركز جدا في السؤال ده. طيب بالنسبه ليك انت كلاعب، الانتماء ولا الفلوس؟ الموضوع صعب. بس طالما هو ده اكل عيشي، يعني هو احتراف دلوقتي، الناس كلها بتتكلم على رمضان صبحي اللي هو ساب النادي الاهلي عشان جاله بيراميدز بمبلغ اعلى والكلام ده، هو الموضوع مختلف بالنسبه لي طبعا. دي يعني هو لعيب محترف ونادي اهلي، ونادي الاهلي هو رقم. لا انا بكلمك كشخصك كعمر. عمر، الانتماء ولا الفلوس؟ انا بكلمك كشخصك حالي. انتماء، انا عايز العب كوره دلوقتي، مش بفكر فيها دلوقتي خالص. لكن انت هتفكر فيها فيما بعد، يعني انت حاطها قدامك برضه. هو بقى اكل عيشي، هو اكل عيشي دلوقتي وبعد كده، فلازم يبقى موجود. يعني ده انا هفتح بيه بيت. تمام. انت لو لك، طب انا هسالك سؤال بمعنى تاني، بطريقه تانيه، لو انت مثلا ربنا كرمك بنادي، ونادي كبير تمام، ولعبت فيه ولك شعبيتك والكلام ده تمام، جالك عرض خارجي، احتراف خارجي تمام بمبلغ اعلى، هتمشي ولا هتفضل في النادي؟ لو اقل همشي برضه. ولو اقل برضه هتمشي؟ لو اقل همشي. لازم تجدد، مش هفضل عند حاجه معينه. انا حاططها في دماغي، لازم كل فتره كده، طالما عملت حاجه كويسه في مكان خلاص لازم ابدا بقى محطه بعد كده، واعمل الحاجه الكويسه او ازيد عليها. يعني انا عملت حاجه كويسه خلاص في مكان، وعملت اسمي والناس كلها بتشكر فيا وكده، اشوف مكان تاني. هو ده اللي انا حاطه في دماغي وان شاء الله احققه يعني. طيب معانا كابتن مصطفى الدولي، مدرب حراس وادي دجله. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام بخير. يا رب دايما بخير. عايزه اعرف من حضرتك ازاي بتتعامل ازاي مع التدريب مثلا الناس اللي بتجيلك. هو انا بالنسبه في مجالي عشان مدرب حراس مرمى، فطبعا لينا الو. ايوه معاك، سامعينك يا كابتن. تمام. فعلى حسب الفئه العمريه اللي احنا بنشتغل مع
معاها بنبتدي نحط البرنامج بتاعنا والاسلوب اللي احنا هنشتغل بيه. فمثلا في فئه من 12 ل 15 سنه دول بيبقى محتاجين اكتر التعليم تمام، ومن 15 ل 18 بيبقى محتاجين تطوير المهاره، ومن 18 لغايه 20 سنه لغايه دول بيبقوا محتاجين مرحله اتقان المهاره. فده الاسلوب على حسب الفئه العمريه اللي احنا بنشتغل معاها. تمام. بس طب بتهتم بايه اكتر، بالمهاره ولا بتهتم بايه؟ اتقان المهاره؟ لا احنا يعني انا بالنسبه لي في شغلي بهتم جدا باربع حاجات يعني رئيسيه بالنسبه لحراسه المرمى. مبدئيا الشخصيه دي رقم واحد. اتنين طبعا القوه الجسمانيه. رقم ثلاثه التوافق. رقم اربعه القابليه على التعليم. فدول طبعا متوفرين في اي شخص بالنسبه كموهوب يعني حراسه مرمى. الموضوع بيسهل كتير جدا في مرحله تطويره يعني. تمام يا فندم، بشكر حضرتك يا فندم جدا. اروح للكابتن احمد، منورني النهارده. الله يخليك. طيب هل بيتم التنسيق ما بين الاكاديميه بتاعتكم وبين الانديه الكبيره؟ اكيد على حسب العلاقات لكل مدرب. كل اكاديميه في حاليا حاجات كده بتحصل في المجال، اللي مش عارف اكاديميه مين فتحت فين، بص لاقي واحد لسه صغير اصلا، انا الكابتن فلان فلان. انت اصلا لسه عاوز تتمرن علشان تمرن اللي بيجي لك. ده موضوع كتير دلوقتي وبقى صعب علينا. دخل فيه الاستثمار الرياضي طبعا اللي مبوظ الدنيا خالص. مخلي الدنيا كلها محدش عارف راسه من رجليه من اللي بيحصل. ليه؟ لان الاكاديميات بتشتغل عايزه تطلع لعيب. دلوقتي الاكاديميات بقت بتشتغل وبتشتغل في الاستثمار، بدل ما اروح اودي، كنا زمان لعيب موهوب نوديه النادي الاهلي الزمالك المقاولين انبي كده. دلوقتي الاكاديميه تقول لك لا انا اشتري اسم نادي والعب بيه. ازاي اشتري اسم نادي والعب بيه؟ ده بقى بالتنسيق مع انديه، ان انا بدخل اللعيب دوري على اسم النادي دوت وبيلعب بيدفع فلوس. طب هل سبق ان انت طلعت من عندك مثلا لعيبه وراحوا انديه مثلا كبيره؟ عندي كذا لعيب طلعتهم في اماكن فعلا. طب زي مين؟ زي كان عندي لعيب مواليد 2003 اسمه ابراهيم، راح فتره كده في طلائع الجيش. حاليا في حاتم مصطفى في النادي الترسانه، ده برضه مواليد 2003. كان معايا طه رمضان، ده قعد فتره في بيراميدز بس ما حصلش نصيب، كان من حوالي سنه ونص. يعني في كتير عشان ما انساش، بس بصراحه يعني في كتير يعني. طب حلو، يعني ده كده انت بتشجع الناس ان هي طبعاً تتجه للاكاديميه. وفي عندي يعني لعيبه وديتها في اماكن ممتاز بيه ودرجه ثالثه، بس بيلعبوا ناشئين مش فريق اول. في اولياء امور كتير بيبقى عندهم ولادهم نفسهم ان هم حد يكتشفهم، بيبقى عندهم مهارات. انا اكتر حاجه بحبها او بتبسطني دعم اولياء الامور ليا. مش مجرد ابني بيتمرن عندك، لا انا بدعمك عشان انت تدعم ابني. فدي اكتر حاجه بتبسطني ان انا شايف الدعم منهم طبعا. يعني انت بيعتبر ان انت بتاخد طاقه ايجابيه منهم بالظبط يعني، وبتبثها في ولادهم يعني انت هي راجعه ليهم برضو. يعني انا من 2017 كده كنت ماسك في نادي اسمه سينزو في الغردقه. لسه سايبه طبعا عشان كورونا وكده، والعقد خلص. فكنت بعد ما سافرت كان دايما اولياء الامور بتكلمني، طب احنا الاولاد مش هينزلوا عاوزينك. الاولاد عاوزين مرتبطين بيك وهكذا. فالدعم ده طبعا حاجه بتفرحني جدا يعني. لما يجي من ولي الامر اكيد طبعا بيبقى نتيجه ايجابيه عليا وعلى اللعيب في الملعب. فالصوره بتتعكس خالص يعني. اللعيب لو هيأدي مثلا 6% بالدعم بتاع ولي الامر ليا وانا بكمل الدعم ده، هخليه 9 10% 99 100%. سوري. طيب نروح للكابتن عمر. عايز اعرف منك ايه المشكلات اللي بتواجهك سواء في التدريب او في الحياه بشكل عام. وفي المجال الكوره مش عارف بقى بره مصر، هو في مصر عامه في مدربين بتحب وتكره، دي اوحش حاجه في الكوره. اوحش حاجه في الكوره يعني ممكن يبقى لعيب كويس قوي بس مدرب ما بيحبوش وبيحب لعيب تاني مش قده. طب ما هي ممكن مش ما تكونش بال زي ما انت مثلا فاهمها او بالشكل ده، ما هو ممكن يكون مثلا بيعمل الحاجه دي كانت تشد من نفسك، لا انا هو شايفني بمستوى كذا، لا انا هثبت له ان انا احسن. لا هي بتبقى ممكن شايفها بكده مش ده في مصر كلها، مش مدرب واحد ولا اتنين يعني. انا في المدربين اللي مسكوني مش هقول ان هو كان بيحب ويكره، هو باين قوي، بس
في اكتريتهم بيحبوا يكرهوا لعيبه كتير، يعني بيحب لعيب بيلعبوا على حساب لعيب تاني. وممكن في مصلحه، الموضوع برضو مش سهل، الموضوع بقى يعني انت حسيت صعب. ان هو جه عليك فتره حسيت ان مثلا المدرب بدون ذكر اسماء مثلا ان هو بيحبطك او بيقلل منك؟ هو عامه مفيش حد بيقف جنبك. انت طالما انت بتتمرن كويس واقف على رجلك وماشي كويس محدش هيقدر يوقعك، او هتفضل ماشي كويس وتمام. انما انا لما جات لي الاصابه محدش واقف جنبي، انا اللي هقوم نفسي، لازم انا اقوم ولازم انا اتمرن. وطبعا اهلي في البيت واصحابي اخواتي ابن عمي الناس كلها لازم تدعم نفسك. يعني حصل لازم. مثلا عندك اضراب في منطقه معينه، ما انت لازم تقوي نفسك، مش هتستنى ان حد يسحبك، ده الطبيعي يعني لازم. خاصه في المجال بتاعك، يعني خاصه مجال الكرة ده انت المفروض انت بتدعم نفسك بنفسك. ايوه انا بشوف ناقص عندي ايه وازوده، بس ما تبصش لنظره المدرب زي ما قلت لك كده في الاول، ان انت مثلا ممكن يكون هو بيضغطك او ممكن بيضغطك عشان خاطر يطلعك. هو عامه في مصر ما فيش مدرب، قليلين قوي اللي بيتعاملوا نفسيه مع اللعيب، قليلين قوي، وهي اهم حاجه في الكوره اصلا. يعني نفسيه اللعيب اما تبقى كويسه هيدي 100% او 200%، لازم النفسيه تبقى كويسه. النفسيه مش كويسه وفي ضغوطات، والمدرب على فكره ممكن يبقى اقرب من والد اللاعب ليه، عشان هو بيقضي فتره كبيره جدا معاه. يعني احنا بيبقى في معسكرات نايم معاه 24 ساعه في وشي، تمام، فبيبقى اقرب ليا من والدي اللي هو لازم النفسي موجود. معانا محمد من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك كابتن محمد؟ ايوه انا صديق عمر في الملا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا كابتن عمر؟ الحمد لله. كابتن محمد فريد مهاجم نادي السكه الحديد. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. كابتن عمر كان بيلعب معانا في نادي السكه دلوقتي، هو في نادي المقاولين، احنا مفتقدينه. يعني ايه المشاكل اللي انت بتواجهها وانت بتلعب مع مثلا لعيب تاني؟ ايه المشاكل اللي بتواجهها انت؟ هو زي ما عمر بيقول ان هو مفيش مدربين في مصر فاهمه ازاي تتعامل مع اللعيبه نفسيا. يعني المشاكل اللي انت بتواجهها وانت بتلعب مع لعيب تاني، يعني مع عمر مثلا، بتبقى على حسب. يعني مثلا ساعات لو مثلا بلعب مع فرويد ممكن يكون عايز يلعب مكاني، او انا مش سامعك. طب انت لو بتسمعني من التلفزيون وطيه شويه، اسمعني من التليفون. انا سامعك من التليفون. طيب حلو تمام. فهي المشاكل بتبقى على حسب الظروف النادي، يعني مش ثابته. بس انا بواجه مشاكل عشان عمر مشي من النادي وانا مش بلاقي حد يعمل لي اوفرات زي اللي بيعملها. تمام. يعني في تواصل ما بينك وما بينه؟ هو كان لعيب من اللعيبه اللي بتعرف تحكم في ريتم الماتش، كان ساعات بيهدي الماتش وساعات يعليه. هو من الناس مفتقدينها في الملعب. يعني عاملين دويتو انتوا الاثنين مع بعض؟ طبعا ده احسن باك رايت في مصر ان شاء الله. ده بجد مش عشان هو في البرنامج او عشان هو صاحبي، بس هو المفروض يبقى في مكان تاني. يعني ربنا يخليك حبيبي. حبيبي يا كابتن عمر، انت وحشنا يا كابتن. بشكر حضرتك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله. نكمل بقى مع كابتن عمر. طيب انا عايزك، انت كلمتيني على المشاكل اللي انت بتواجهها، انت طموحك واصل لفين كهنا القاهره في الانديه، في اللعب في الانديه؟ بس انا مش هكلمك على احتراف خارجي بره. رقم واحد النادي الاهلي طبعا. انت اهلاوي؟ طبعا. صريح لا حلو. طب اهلاوي برضو ولا زملكاوي؟ اهلاوي، كنت بلعب في الاهلي. ده انت داخل دخله جامده طبعا. طبعا مين ما فيش حد ما بيتمناش ان هو يلعب سواء الاهلي او سواء للزمالك. يعني الزمالك برضو نادي محترم ونادي كبير طبعا. اكيد طبعا. طيب انا عايز اعرف دلوقتي كولي امر، انت كولي امر، انا مش هكلمك كابتن احمد، انا هكلمك كولي امر. انت ابنك عندك في البيت، تمام، ايه اللي بيخليك تشوفه ان هو مثلا عنده موهبه، لا خلاص انا هقدم له مثلا في اكاديميه او في نادي، ان هو يحاول يدعم نفسه ان هو ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كبيره؟ ايه اللي انت بتشوفه عشان بناء عليه بتاخد الخطوه دي؟ هو بتبدا معاه مثلا شايف باباه بيتفرج على كوره، بيلعب كوره، بيبدا الولي الامر ياخد ابنه معاه ولا كده، بيبدا يشتري له مثلا كوره صغيره بيلعب في البيت، تلاقي ولي الامر بيشتكي ده ابني بيكسر لي البيت، انا عاوز اودي ملعب، الحاجات دي كلها. فبتيجي من هنا. ممكن تلاقيه مثلا عامل اي حاجه في البيت كوره، مش شرط بقى كوره عاديه، فيبدا يلعب. فولي الامر يبدا اللي واخد باله واللي انتباهه مع ابنه كويس جدا هيبدا ياخد باله من ده.
ان في اولياء امور بيبقى ولادهم عندهم موهبه ربانيه مش طبيعيه ومش شايفينها، ممكن حد غريب اللي يشوفها، حد بالصدفه. طيب احنا هنكمل معاك اجابه السؤال ده، بس ناخد حافظ معانا من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ حافظ. طبعا انا عايز بس اشارك في الحوار بان اعقب على كلام الاستاذ المطلوب، ان لاعب الكوره طبعا لازم يكون عنده هدف، لازم يكون عنده اصرار، وده طبعا ما بيكونش عند اللاعب بس، لازم الاب يكون عنده دور ومسافه مهمه جدا ان هو يزرع الامل جوه الطفل الصغير ده، اللي بعد كام سنه هيبقى لعيب في فريق شباب، واللي بعد كام سنه هيبقى لعيب اساسي في الفريق الاول، واللي بعد كام سنه هيعتزل ويبقى كابتن كبير. فده بيبني على النشأة من البدايه. يعني كابتن عمر كان من شويه بيقول على موضوع ان المدرب بيحبه بيكره، انا معاك جدا، وفي اغلبيه المدربين بيحبوا بيكره، بس انت بادائك وبأسلوبك تقدر تفرض نفسك على اي مدرب، هو بيحبك هو بيكره، دي بقى حاجه ترجع لشخصيته هو، لكن انت شوف انت هتنجح النادي ازاي بادائك بادائك بلعبك في الكوره، دي بقى بترجع حسب الاداره، الاداره لو هتسمع كلام المدرب والاداره مقتنعه ان الكابتن عمر ده لعيب جامد، يبقى في الحاله دي لما الاداره تسمع كلام المدرب يبقى خلاص، يبقى هم انت هتلاقي نفسك في مكان ثاني افضل، نادي اسهل. ممكن تبقى في النادي الاهلي تلاقي نفسك في نادي اقل وترجع ثاني النادي الاهلي، ممكن تروح اوروبا، حصلت كتير. بس في شركات دلوقتي بتعمل استثمار للعيبه، تعمل احتكار اصلا. طبعا اكيد موجود الكلام ده في الوسط الرياضي، ده برضه بيسبب مشكله بالنسبه ان هو ممكن يقتل مواهب ثانيه. ده ممكن يقتل مواهب ثانيه. فده كان وجهه نظري في كلام الكابتن عمر وضيوف الكرام. طبعا انا يعني كلام جميل جدا وكلام محترم، بشكرك جدا ان انت سمحتي ان انا اشارك في البرنامج. لا شرفتني ونورت لي، بشكر حضرتك على اتصالك. هروح للكابتن عمر تعقيبا على كلامه، يعني هو اظن ان هو جاوبك على كل السؤال اللي انت سالته لك من شويه اصلا. هو بيقول لي على موضوع الحب والكره، عامه انا مش بحطه في دماغي، انت لازم تعمل اللي عليك في الملعب. المدرب عايز كده خلاص، مش طبعا مش هتعترض على كلامه، هو الاول والاخير يعني، انت مش تلعب خلاص انت بره، هو بيحب مثلا لعيب تاني سي انا مثلا مش موجود. هي مش حكايه حب كابتن عمر، هي حكايه ان هو ممكن شايف ان مثلا اللعيب فلاني افضل مني لا مش حكايه برضو، مش هنبص لها كده، بس هي ممكن شايف لا مثلا المباراه دي النهارده لا هيبقى ده، شايف انه مثلا مش هنقول افضل، بس شايف ان هو ممكن ياخد فرصته دلوقتي هيجيب حاجه. بتبقى كلام بتبقى مترتبه قبل كده مع اللعيب، وبتحصل في انديه كتير، يعني مثلا يجي اللعيب اللي هو بيلعب على طول وعلى طول بيلعب الماتشات كلها، يقول له انت مثلا بره النهارده عشان الماتش مثلا سي مش بتاعك، او الريتم مثلا بطيء انت الريتم سريع كده، فهي بتبقى بترتيبات، والكلام ده برضو نفسي مش لازم تتعامل نفسي مع اللعيب، ده اهم حاجه والله. هنروح للكابتن احمد. طب بالنسبه لكابتن دلوقتي في ظل كورونا طبعا، ازاي بتعرف تدرب او تمرن اللعيبه اللي معاك في ظل كورونا دي، وهل بيكون حضرتك ازاي بتاخد الاجراءات الاحترازيه في ظل كورونا في اثناء التدريب؟ اولا هو الولد هو نازل من بيته الماسك بتاعه وبيجي لغايه الملعب، انا عندي في الملعب اي لعيب جاي من غير الماسك بتاعه ما مش هينزل تمرين. طيب اثناء التدريب لا على الباب، على الباب في طبعا المعقم لازم نحطه له احنا، واثناء التدريب لازم يلعب ماسك، مستحيل ينزل بيه يعني. فلازم احنا تعقيم عندنا في الملعب، لا تمام يجي لغايه الباب قبل ما يخش من الباب بنعقمه لايده كده، يخش جوه بيقلع الماسك بتاعه يحطه في الشنطه ينزل التمرين. طبعا في التباعد الاجتماعي جوه الملعب طبعا ده طبيعي جدا، يعني مثلا لو انا عامل تمرين وفي 2 3 لعيبه اكيد مش هوقفهم ورا بعض او جنب بعض، لازم في مسافه. دي حاجه اساسيه عندي. وطبعا دور الاهل مهم جدا في الموضوع اللي احنا فيه. تمام. ان الاهل لو مامن ابنه كويس جدا هيجيبه لي انا طبعا رقم 2 بعدي تامين عندي. انا شايفه من كلامك من ساعه ما سالتك وانا شايفه ان في تواصل شديد ما بينك وما بين ولي الامر، يعني شايفه سواء اذا كان خاص بتدريب الاطفال في الملعب او حتى في، يعني انت بتتكلم معايا دلوقتي
تقول لي اجراءات اجراءات يعني في حتى في تواصل في في حمايه الطفل ذات نفسه او اللعيب ذات نفسه في يعني. كل حاجه تخص الطفل او اللعيب لازم ولي الامر يشاركنا فيها باستثناء جوه الملعب، دي الحاجه الوحيده اللي ما بسمحش لحد ان هو يشاركني فيها. ليه؟ لان دي حاجتي انا، ده مكاني انا، شغلي انا، اللعيب ده عندي انا، انا اللي شغال معاه. انت عاوز تعمل له مثلا في اي كومنت عايز تقوله لابنك في البيت، قول له انت كنت كويس النهارده، بتحفزه، انت النهارده عملت حاجه غلط كده. لكن عندي ولي امر ويبقى قاعد بره ويقعد بقى يدي توجيهات وتعليمات، طب احنا لازمتنا ايه جوه الملعب؟ لكن التواصل بيننا في حاجات تخص الولد اللي هو الطبيعي، مثلا احتياطات لبسه، نفسيته، جاي من البيت مثلا مش عاوز يتمرن، اكيد انا ما اعرفش حصل ايه في البيت، ببدا برضه اتعامل على حاجه زي دي. فلازم تواصل بين ولي الامر وبين المدرب، ده في جميع اللعب مش الكوره بس. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، بروح لكابتن عمر. عايزاك دلوقتي يا كابتن تكلمني عن دور الاسره معاك ودعمها ليك من بدايه ما اكتشفت ان عندك موهبه الكوره لحد دلوقتي. دي اهم حاجه، لازم الاهل عليهم عامل كبير جدا في ان ابنهم يكمل او ما يكملش. تيجي فتره من فترات المراهقه والكلام ده، لو هم مش معاه مش هيكمل، ودي عن تجربه. وفي لعيبه كبيره جدا ولعيبه كانت كويسه قوي 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 والاهل مش في دماغهم اصلا موضوع الكوره، كان من يعني فتره. يعني العامل الاساسي في نجاح اي لاعب هو الأهل. لازم لازم دعم الاهل يعني. لازم، هو ما لقاش دعم من اهله هيلاقي دعم من مين؟ لازم الاهل يبقوا في ظهره، لازم انت هتبقى حاجه، انت كويس، انت ماشي كويس، لا انت غلطان، انت لازم تصحح مثلا، عليهم كل حاجه كل حاجه. يعني اهل والدتي والدي يجوا معايا التمرين، يقعدوا معايا من طول النهار. وانت عندك حد يعني كان قبلك في مجال الكوره؟ اخويا، اخويا هو دلوقتي هندسه، كان بيلعب في نادي انبي، بس هو برضه زي ما بقول لحضرتك هو ما لقاش نفسه واتجه للدراسه. ربنا يكرمه يعني مهندس قد الدنيا. ربنا يكرمه. طيب تعقيبا على كلام كابتن عمر، عايزه اسال بقى كابتن احمد سؤال خاص بالنسبه لتعاملك مع الاهل اللي هم شايفين مثلا اولادهم لا الدراسه افضل من ان هم ينموا مهاراتهم او يسيبوهم في التدريب او كده، بتتعامل معاهم ازاي؟ في اولياء امور شايفه الدراسه بس. فده بنبدا نصحح يا جماعه، ده تعامل ما بيننا، هيبقى في لينك مشترك ما بيننا، هنبدا نظبط. والله لو لقينا الولد بيجي على حساب الدراسه انا اللي هبدا اقول لكم لا شكرا، ما يجيش التمرين كعقاب. ان هو لغايه لما يظبط وقته ودراسته ومذاكرته تاني نبدا نجيبه. لكن ان ولد يبقى عاوز مثلا الدراسه بس والحاجات دي كلها، لا انا استحاله هفرض عليه الكوره. يعني ان ولي الامر بيجي يقول لي لا انا ابني بتاع دراسه، انا ابني، ببدا اصححه مثلا ابنك عنده موهبه، ابنك كويس، ابنك والله ربنا مديله موهبه، ربنا ادعمه. نبدا نشتغل على فكره الدعم من ولي الامر. لو لقينا العمليه سلبيه خالص ما خلاص، يعني برضه هو ولي امره، هو ادرى مصلحته يعني. استحاله ان انا هقدر اتدخل. تمام، معانا محمود من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا باشا؟ انا عايز احيي الكابتن احمد الكاس. الله يخليك. انا محمود شهاب من عنده من المعادي، من الناس اللي طلعت من تحت ايده. الله يخليك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك يا فرس، اهلا وسهلا بيك يا عمر. تحيه للناس بتاعت منطقتنا، الناس الجدعان. الله يخليك. حبيبي يا محمود. كابتن احمد الكاس ده من الناس اللي عرفت المعادي يعني ايه كوره. الله يخليك. بجد والله. طب انت بتقول انت طالع من تحت ايده، تمام؟ معايا؟ طيب قول لي كان بيتعامل معاك ازاي في التدريب؟ ايه يا فندم؟ مدرب عصبي مثلا ولا ايه؟ لا يا فندم مش عقل يا فندم، ده الكابتن احمد ربنا يبارك له وبني ادم خلوص يا فندم وكلمه حقه تتقال والله. الله يخليك الله يخليك. طب هل هو كان بيفرق ما بين اللعيبه ولا كل واحد عنده؟ لا يا فندم بصراحه شهاده حق ما حصلتش قبل كده. طب ايه؟ بص ما فيش حد ما عندوش عين، تمام؟ احنا عايزين النهارده في البرنامج نعرف ايه عيب الكابتن احمد الكاس. بصراحه يعني عيب الكابتن احمد الكاس ان هو مش عايز حد يبقى وحش، ده عيبه. مش عايز حد ايه؟ مش عايز حد ايه؟ معلش انا ما سمعتهاش. مش عايز حد ايه؟ مش عايز حد يبقى مهاراته قليله او حد يبقى ضعيف عنده او حد يبقى كده وهو لا دي ميزه، دي مش عيب خالص دي يعني. انا بكلمك على العيب مش على الميزه. يعني انت شايف كده ان ما عندوش عيب في الكوره يعني؟ انا قعدت 3 سنين معاه ما شفتش منه الا عيب بصراحه.
ربنا يبارك لك. ماشي، انا بشكر حضرتك يا كابتن. حاضر. طيب هضغطك بقى فاس، عايز اعرف الفرق ما بين الاختبارات بتاعه الانديه، في فرق ما بين اختبارات الانديه مثلا واختبارات الاكاديميه عندك، ولا انت ماشي على نفس المنوال؟ لا لا لا، الاكاديميات حاجه والانديه حاجه. الاكاديميات دي واحد معلش بيجي يدفع فلوس بيدفع اشتراك، احنا بنبدا نشوف الحاجات النواقص عنده وبنكملها. لكن الانديه بتعمل اختبارات لان هي عايزه لعيب كامل مكمل. يعني لو ناقصوا حاجه اتنين بيقدروا يكملوها كده. لكن يعني انت بتبص اللعيب اللي جاي عندك، او مثلا لحد جاي عندك يقدم في الاكاديميه، بتبص له من الناحيه المهاريه. الاكاديميه اكاديميه تعليميه. الجانب الاكاديمي جانب تعليمي. انت جاي لي زي مثلا ايه، لو واحد مثلا في مدرسه وناقصه مثلا في ماده معينه هو ضعيف، بيعمل ايه؟ بياخد درس عشان ياهل نفسه يبقى كويس فيها. فالاكاديميات كلها ده راي شخصي اسمها اكاديميات تعليميه. انت جاي لي عشان اعلمك أهلك. قلت اكاديميات تدريبيه، هي تدريبيه تعليميه. تمام. ان انا انت جاي لي مثلا، في ناس بتيجي ما تعرفش يعني كوره بنشتغل معاها، في ناس بتيجي عندها جوانب وجوانب بنشتغل على النواقص، في ناس بتيجي عندها ما شاء الله موهبه ربانيه عندها كل حاجه تمام، بنبدا ندعمها بالنفسيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في البدايه واللي كابتن عمر قالها. نفسيا اللعيب ده عنده كل حاجه، لو انا ما كنتش السبورت بتاعه بدعمه نفسيا او بدعمه ان هو ما يركبوش الغرور اللي قلناه ده، لازم برضه ده شغل الاكاديميه او شغل المدرب. طيب احنا عندنا مفاجاه. اتفضلي. ما كنتش متوقعه في البرنامج يعني، بس مفاجاه ان في مداخله نسائيه في الكوره. معايا مريم من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام بخير. انت انا بس عايزه امسي على كل اللي موجودين. وكنت حابه اقول كلمتين بس لكابتن عمر. اتفضلي. كابتن عمر من اكتر الناس الناجحه في حياتها، واكتر الناس اللي مشرفونا ورفع راسنا، وان شاء الله الفتره الجايه نشوفه في مكان احسن. هو انت تعرفيه؟ طيب انت تعرفيه زميلته مثلا؟ زميلتي اه. كابتن عمر زميلي في الكليه، وبجد من اكتر الناس فعلا المجتهده اللي بتسعى دايما ان هي تحقق كل اللي هي عايزاه وعندها طموح بشكل كبير. فانا مبسوطه اصلا ان انا شايفاه النهارده معاكم، ومبسوطه بيه وفرحانه بيه وفخوره بيه، وان شاء الله يسرطنا الفتره الجايه ان شاء الله. عندك اي سؤال للكابتن عمر او للكابتن احمد؟ لا لا خلاص، بس كنت حابه اقول كلمتين دول وخلاص. هو انت كرويه يا مريم؟ اهلاويه. اه جدا، انا اهلاويه جدا. اهلاويه. اهلاويه جدا. اهلاويه كتير، شكلك اهلاوي. نورتينا وبشكرك جدا على المداخله الجميله دي. نرجع بقى للكابتن احمد، عايزك تكمل. عايز اعرف ايه يعني، انا دلوقتي مثلا انا جايبه ابني اوديه عندك في الاكاديميه. تمام. تمام. ده خلاص انا انت يعتبر بتاسسه من جديد صح؟ تمام. ده اللي انا فهمته. تمام. من كلامك. كله ان انت بتاسس الطفل. انا باسس، بس في لعيبه بتجيلي اصلا عندها كوره. اثناء التدريب في اكيد طبعا في لعيبه بتلاقي عندها مهارات عاليه جدا. تمام. تعدي السن اللي انت شغال تدريب عليه، او مرحله انت مثلا من مرحله معينه التدريب من كذا لكذا. تمام. تمام. توصلهم لليفل معين. تمام. في اطفال او في لعيبه نفسها بتبقى عندها مهاره اعلى من الليفل ده. تمام. في الحاله دي بتتعامل معاها ازاي؟ احنا اولا عندنا جروب A وجروب B. جروب A اللي هو اللي انت بتتكلمي عليه دوت، اللي هو عنده مهاره عاليه جدا، استحاله احطه مع جروب B اللي هو لسه بيتعلم. فبنقسم، بس كل فئه عمريه بتبقى لوحدها، يعني مش خليط. لا يعني كل يعني فئه عمريه. انت لو لقيت مثلا. تمام. انا يعني مثلا عندي 8 سنين مثلا بعمل في الثمان سنين دي جروب A وجروب B. جروب A للناس اللي هي جاهزه خلاص، انا بشتغل معاهم بقى شغل تاني اللي هو خلاص انت جاهز عندك كوره وعندك كل حاجه. جروب B ده اللي انا بشتغل معاه تدريبي تعليمي، بشوف النواقص اللي عنده بكملها له، وبعمل له زي ايه، زي حافز. وبفضل برضو ادعم عشان خاطر هو نفسه يكون في جروب A. ما هو مش بيتمرن كده وخلاص وبيخلص انه راح البيت، لا هو لازم عنده طموح ان هو يتنقل من المرحله دي للمرحله دي. فلو ما كنتش برضو انا في الملعب بدعمه، استحاله ان هو ياخد خطوه لقدام، او ان انا مثلا بشوف الغلط وبسيبه كده. لا، الغلط ده بيتصحح مره واثنين وثلاثه وعشره، ومهما غلط هصحح له لغايه لما يبقى مؤهل ان هو يتنقل الجروب ايه، لان يعني ده شغل هو جاي لي عشان ده، عشان ياخد الشغل ده. تمام. معانا مذكور من القاهره. السلام عليكم. مداخلاتكم كتير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. انا عادي، مذكور في المعادي. انا حضرتك مذكور من المعادي.
اهلا وسهلا. احنا فندم حابين نشكر الكابتن احمد الكاس والكابتن عمر. انا يعني من الشباب اللي كابتن احمد الكاس وكابتن عمر عرفوني الكوره وجمال الكوره. حبيبة مدكور حبيبة كابتن احمد من اول الناس اللي اتمرنت معايا وكانت مفاجأة اصلا. يعني انا كنت شايفه هو كان جسمه مليان شوية. اتفاجأت في الملعب ان هو بيعمل نموذج للتمرين. نموذج بجد. انا نفسي ما كنتش متخيل. بس طبعا هو برضو ملوش نصيب يكمل كورة يعني. فربنا يكرمه في حياته يعني. ما خليك كابتن احمد والله. وانت كابتن محترم. حبيبي. ونتشرف بيك والله. انت كابتن احمد. حبيبة مدكور. انا اسعد. طب يا كابتن مدكور عايز اسالك سؤال. ايه الموقف اللي انت تفتكره مثلا حصل ما بينك وما بين كابتن احمد الكاس او ما بينك وما بين اللعيب مثلا؟ لا كابتن احمد الكاس افتكر له كل خير يعني. مش سيئه واحده كل حاجه. كابتن احمد يعني انا ما كنتش عندي فكره عن الكوره خالص وعشتني ومرني. بس انا ماليش نصيب في الكوره. وده الانسان اللي يعني اللي اتشرف بيه حبيبي بكل اي حته. حبيبي يا مدكور. حبيبي تمام. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. كنت عايزه اروح بقى للكابتن عمر. ما شاء الله عليك كلكم مشجعين ومتابعين كتير جدا يعني. بقول عليكم. طيب هي النفسيه اللي بنقول عليها. عايز اسال حضرتك ايه طموحك الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله الدوري ممتاز ان شاء الله ومنتخب مصر طبعا واحتراف خارجي. بس كل ده خلي بالك انت قلتها في الاول وقالها لك دلوقتي الكابتن احمد الكاس. كل ده معتمد على النفسيه يعني. طبعا نبطل نشيل بقى حكايه المدرب والمدرب. هي لا انا مش لا في دماغي. مش دماغي. هي مش في دماغي. ده امر واقع احنا عايشينه فعلا. يعني كان المداخله اللي دخل استاذ محمد اظن من الشرقيه قال المدرب والنادي وكلام النادي. هو كده كده مجلس اداره اي نادي بيسمع كلام المدرب. امال هو جايبه ليه؟ الرؤيه الفنيه لمين؟ لمجلس اداره ولا المدرب؟ طب انت كمدرب لما تيجي تتعامل مع اللعيبه في التدريب كلهم واحد. كلهم واحد. تمام. كلهم واحد. هل انت شفت مثلا عندي انا في لعيب معين عنده بص مهاره عاليه جدا اكتر من لعيب تاني. تمام. هل بيحصل عندك تمييز ده عن ده؟ لا مش تمييز يعني. في مثلا او ازاي بتتعامل عشان ما تحطش نقطه مثلا الحاجه الوحيده اللي بتعامل فيها اللعيب المغرور اللي هو شايف نفسه احسن واحد. ده ببدا اكسر له غروره. اتجاهله. هو بيبدا بيتعصب. هتجاهلك. هحط واحد غيرك. هحط واحد مثلا مستواه اقل منك. مش مجرد مثلا ان انا عايز اخسر او كده. لا انا بتكلم كراي شخصي ان انا هتعامل مع اللعيب ده كده في البدايه. بيبدا اللعيب برده ان انا بقعد اتكلم معاه كتير. طب انت ليه يا كابتن ما لعبتنيش؟ طب انت ليه حطيت ده؟ طب انت الحاجات دي كلها لازم. المغرور ده بالذات بيتعامل معامله خاصه. تمام. غير المهاري. المهاري الفايق فيهم في المرحله دي اللي كورته فايقه في الوقت ده هو اللي هيلعب. اللي ما بيغيبش فايق بيتمرن كويس بيسمع الكلام. الحاجات دي كلها مش مجرد ان هو لعيب كويس وخلاص. ما لو خدنا باعتبار مثلا ان كلهم لعيبه كويسه هلاعب مين ولا مين؟ بس في واحد ملتزم في واحد لا. في واحد ملتزم بره وجوه طبعا. الالتزام طبعا. وبرده هيعود من الاهل. تمام. لو طالع معنا حسن من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. عليكم السلام. طب ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعني من التليفون؟ ماشي. ثانيه واحده. ماشي. انا بحب اشكر كابتن احمد الكاس. ده اخويا الكبير حبيبي. ده كمل حضرتك. ده مثل الاعلى في الحياه عامه. شرف ليه. هو انت كنت بتتدرب معاه برضو؟ بتتدرب تحت ادارته مثلا ولا ايه؟ بس معلش وطي التلفزيون شويه. لا ده حسن ابن عمته. لا هو انا مش كنت بتدرب معاه. وانا حسن ابن عمته. بس ده مثل الاعلى في الحياه. طيب انا بشكر حضرتك. هروح للكابتن عمر. عايزك يا كابتن تدي نصيحه للشباب اللي عندهم طموح تقول لهم ايه؟ واللي برضو ما عندهمش. في ناس بتحبط بسرعه. عايزه نصيحه منك للشباب. اهم حاجه واخويا الكبير هو مثل الاعلى برضو في الحياه كان بيقولها لي. لازم تحط هدف قدامك. مفيش هدف يبقى مفيش اصلا بعد كده حاجه. لازم هدف تمشي عليه. مثلا عايز اوصل لحاجه يبقى في نوم بدري في تمرين كويس في صحاب. اهم حاجه الصحاب. اهم حاجه.
انا اصحابي كلهم يا ابني لو ممكن لو سهرت معاهم انت مش عندك تمرين بكره ما تروح انت لازم تنام بدري انت سهرت ليه دعم اصحابك ليك ده لازم فارق لازم وقرايبك قرايبي كلهم عايزين يشوفك بقى في التلفزيون عايزين الاهلي عايزين المنتخب ابن عمي انا وهو طالعين مع بعض مولودين هو لعيب كويس قوي زي ما بقول لحضرتك هي نصيب لعيب كويس قوي بس هي ما جاتلوش معنى صح ده اخويا التاني ربنا يكرمه في حياته ان شاء الله بس هو الموضوع كله ان تحط هدف عندك قدامك اراده وحط هدف قدامك تمرين كويس الصحاب اللي هيجيبني ورا مش هيخليني اركز في هدفي بلاش وطالما انت حطيت هدف قدامك لازم تمشي عليه ما عملتوش يبقى انت كده بتاثر في حق نفسك بس نروح للكابتن احمد عايزه حضرتك توجه رساله لكل لعيب نفسه يبقى في المنتخب بقى مش هقول مثلا في نفسي يبقى في المنتخب ما تزهقش رساله انت كمدرب توجهها ما تزهقش ما تزهقش وما تملش واشتغل على نفسك كتير ولكل مجتهد نصيب طول ما انت بتجتهد ربنا هيديك لكن زهقت وقعدت ويا رب انا ما حصلش معايا ان انا لعبت اجتهد اتمرن اشقى ما فيش حاجه بتيجي بالساهل لازم تشقى لازم تتعب لازم تجتهد وربنا هيديك هيديك ربنا ما مش هيأثر معاك خالص لو قصر لا يعني لو قصرت انت اللي هتأثر حق نفسك فلكل مجتهد نصيب اجتهد ربنا هيديك لكن ما تزهقش اتمرن كويس جدا 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 وخلي طبعا الطموح ده قدام عينيك رقم واحد بشكرك جدا يا كابتن كابتن احمد بشكرك جدا يا كابتن عمر نورتونا النهارده بتمنى لكم يا رب التوفيق كده ونشوفكم في اعلى نادي ان شاء الله باذن الله خليك وسطنا احنا كنا موجودين النهارده ربنا يخليك يا كابتن بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا استنونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد